بالفتوش وحط خبز مقلي هو أيه. مدر او لا؟ هلا انا بفضل الخبز يكون محمص. اوكي فينا نقطعه سكويرز ونحطه بالفرن او فينا نعمله بالاير فراير وما راح تحس بفرق الطعم. فنكست تايم اسال امك تعمل لك اياه بهالطريقه وانت قل لي اذا حسيت فرق او لا. اوكي طيب بتعرف الجينجر؟ مع شو بتاكله؟ مع شو جربته؟ سوشي. مع سوشي. اوكي الجينجر مفيد للصحه وبيساعد يعزز المناعه. نعم الجينجر كثير مفيد. اوكي وفي ناس بياخذوه كجينجر شوت. هلا شوي بيكون حد وقوي بس انه اتس فيري هيلثي. هو اكثر شيء بيستخدموه بالاكل التشاينيز بالستير فرايز. اوكي اصل كلمه سالد جايه من كلمه سول يونانيه بتعني سولت. صح او غلط؟ غلط. لا صح. وبصراحة أنا عم بحضر الكويز كمان كانت أول مرة بعرف هاي المعلومة سو أنا وأنت اليوم تعلمنا قصص جديدة. أوكي طب آخر سؤال الجريك سالد تحبها؟ شو بيكون فيها؟ اللي فيها خاص بندورة خيار وهيك كيوبس فتة تشيز. إيه بحبها. تحبها؟ هل هي أصلا تركي؟ لا. من وين أصلا؟ إنه جريك. اسمه جريك إكزاكتلي. مية بالمية. طيب في شيء انت بدك تسالني اياه؟ انا بعمل كثير سبور فشو منيح للصحه؟ اوكي هلا اذا انت بتعمل سبور فاكيد غير الخضره والفواكه ضروري ناكل بروتين لانه بروتين بيساعد على بناء العضل. اوكي فبشو موجود البروتين؟ لحمه، دجاج، سمك، بيض. بتاكل من هالقصص؟ ايه باكل. حتى بالعدس بالفاصوليا وبالحبوب في بروتين فركز على هالقصص قد ما فيك. أكيد بالإضافة للخضرة والفواكه والكاربز المنيحة يعني الحب الكامل شوفان برغل هالقصص. أوكي. أوكي وهلا راح نرجع نكفي اللانش بوكس. أوكي كريم شو بدك ساعدك؟ فيك بليز توصل كيوكمبر وستروبري؟ أكيد ميرسي. طيب هيك بالطول بتحبون؟ أوكي عندي سؤال إلي. ايه تفضل. أنا لو كسرت إيدي شو منيح إنه للعظام؟ أكيد قصص فيها فيتامين دي وكالسيوم. اوكي يعني مثل شو؟ لبنه، جبنه، يوغرت وكمان البروتين. اوكي طيب هلا انا قصيت لك هول رح نعمل انا وانت تشالنج كثير بتسلي وبنرجع ننهيها لللانش بوكس. اوكي